شوية للمنتخب حلقة سعد عبد الأمير مفقودة في المنتخب الوطني. أتمنى الإنصاف بس. الإنصاف من منو؟ من الجميع. كادر التدريبي راح جاي يشاهد مبارياتك، وجه له. إذا يشاهد أكيد راح ينصف سعد عبد الأمير. إذا يشاهد. سعد عبد الأمير قدم موسمين جيدات، راضي عن نفسك؟ 3 مواسم اللي قدمته مع الشرطة وشهادة الجميع ماكو إنصاف. أتمنى يا ربي أني وأنت والجمهور والكل يبحث عن الأفضل، وهذا مشروع وحق كل لاعب، فلذلك أتمنى الإنصاف. كرة القدم هي منافسة شريفة، فأتمنى يا ربي سبحانه وتعالى أنه بس الإنصاف.